ربما شهدنا لقاءات كثيرة للسيد السوداني، وهناك أيضا زيارات خارج العراق آخرها ربما في هولندا. كيف من الممكن أن نفهم هذه الزيارات وما الفائدة التي ستصبها في مصلحة العراق؟ أعتقد هذه الزيارة هي مكملة للزيارات التي قام بها لدول أوروبية قبل أشهر، خصوصا العراق الآن مقبل على إنهاء تواجد التحالف الدولي في المدن العراقية، وهذه الدولة هي جزء من التحالف الدولي، فأراد أن يعطي رسائل بكل الدول التي اشتركت في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، حينما طالبت الحكومة حينها بأن العراق ليس لديه نوايا أن يقطع العلاقات مع دول التي ساهمت وشاركت وساعدت القوات المسلحة العراقية حينها، وما زالت تقدم المعلومات الاستخباراتية والمخابراتية عن طريق الدفاعات الجوية وطريق المستشارين الذي يتم إرسالهم لتدريب القوات المسلحة خصوصا القوة الجوية. بأن السيد السوداني هذه الزيارة طبعا تحمل في طياتها عدة ملفات، منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها عسكرية، بأن العراق يرغب بتطوير العلاقات مع هذه الدولة التي لديها كثير من المشاريع والإنجازات حتى قبل 2003، وحتى المجتمع العراقي ليس لديه يعني انزعاج أو امتعاض أو مواقف لا من الحكومة ولا كذلك من الشعب. أنا أعتقد هذه الزيارة هي تصب في مصلحة الشعبين والحكومتين، خصوصا أرادت أن تعطي الحكومة رسالة بأنها سوف تقوم بهذه العلاقات المستمرة المستقبلية.